من بغداد وشلون الى اليوم انا الصبح عرض اقول لكم صار لنا هنا أنا 7 ايام تنظيف الشوارع صبغ الارصفه مي جابوه كهرباء جابوها تاسيس كهرباء سوى خلال 7 ايام دوله صغيره صحه مجانا ابو التيك توك ينقل مجانا الدوله صار لها 16 سنه ما عرفت تسوي سووا صار لهم 7 ايام بالتحرير يا اخي اذا ما يقدرون هم خلي يطلعون ما عندنا حكومة مو بس عادل عبد المهدي مفسد كل الرؤساء اللي حكمت من 2003 لحد هذا الوقت لازم تتحاكم احنا ما نريد نسقط بس عادل عبد المهدي لا احنا نريد المفسدين ما نريد واذا استقال عادل عبد المهدي يعني شنو صار استقال وراح راح يجي الانقص من عنده